اسمي السلام عليكم، سميتي حسن، من مقاطع المدينه ديال الجرير، 19 سنه. كيفاش التحقتي بليكيب المصرمه؟ كان عندنا واحد بطوله من الدماغ ديال الفوتبول ديال دوحه ديال الخساره، لاعب مشهور الاطراف، وكان عليه واحد المدرب ديال الجزائر في الوقت اعتارض الفكره. المهم بعد الالحاح واحد الفتره اقتنعت، مشيت لعبت ذاك الماتش، ولحسن الحظ كان الاطار الوطني السي فؤاد عسو، وكان ذاك الماتش كش مزيان، وعيط لي الاول ستاج كان في مدينه سلا، وبقى داز واحد الفتره عاوتاني وعيطنا للستاج الماجي كان في مدينه الرباط في الرباط، وتمت المناداه عليا لمثل المنتخب حارس المرمى المنتخب الوطني في تركيا، وحنا دابا كنوجدوا للمونديال ان شاء الله. كيفاش غادي السي دابا تشاركوا؟ هذا مزيانه بخير، حنا كنوجدوا والكمال الله.